في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، خاصة المنظمة منها وتنفيذا لمخطط عمل قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم بالتنسيق مع المصالح الأمنية لولاية مستغانم، وبعد استغلال معلومات واردة إلى فصيلة الأبحاث تم توقيف شخصين اثنين مشتبه فيهما مع حجز 1620 كبسولة مهلوسة نوع بريغابالين بالإضافة إلى مركبة سياحية وهاتف نقال. سوف يتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.